أنا مش كبير في العمر، أنا إلي من عمري 16 سنة تعلمت الحلاقة، كنت أحبها وأنا في المدرسة من 91 سنة 91، وهلأ إحنا بعام 2015، يعني ممكن تحسب 24 سنة. حاشي بشغلي حياة نظيفة، دائما ريحتي كولونيا ودائما جل ودائما شكلي حلو خاصة في الحلاقة، يعني ما في كلني طين أو كلني تراب زي اللي بيشتغلوا في الباطون أو اللي بيشتغلوا في النجارة. حلاق كل شيء نظيف. أحلى شيء بشغلي إنه مش دائما موسخ حالي، دائما بروح على البيت نظيف، بطلع نظيف برجع نظيف. عندي حمزة وراما، ولد وبنت. حمزة عمره 6 سنوات، طبعا هو بصف أول، وراما 5 سنين في الروضة كجوان، وحمزة 6 سنين أنا شايف حالي فيه وهو صغير، يعني بتذكر طفولتي في ابني، كل المراحل اللي أنا مريت فيها هلو عمره كبير، فإشي حلو إني أشوف حالي وأنا صغير مرة تانية مع إني هلأ صرت كبير، أشوف ابني وأتذكر نفسي وأنا صغير لما كنت في عمره. في مرة واحد هو بدي يحلق شعره على الموس، يعني شيفين، فبدي يحلق شعره ولحيته شيفين، فأنا حكيت له أوكي. أول ما بلشت في اللحية، فبلشت من هون من عند السالف the sideboard. I take it so high. I ask him it's okay, it's you like your sideboard like this. He say oh خربت لي شعري، ليش هيك عملت في شعري؟ انت عملت لي السالف كتير قصير. حكيت له طيب انت ما بدك تحلق فوق على الموس، يعني ايش فرقت اذا ما في سالف او في سالف؟ فبيحكي لي اه صح انا اسف نسيت انه انا ما بدي اخلي شعر. فضحكني كتير. عليكم السلام. هو نسيت هو ما بده شعر. هو ما بده شعر، فانا عملت له السالف كتير قصير، فهو عصب انه ليش عملت لي هيك السالف. فلما ذكرته انه انت بدك تحلق على الموس، ساعتها هو تذكر، فكان كتير موقف ضحك. أنا بنصح كل شاب متعلم حامل شهادة دكتوراه، محاماة، هندسة، بنصحه أنها ما راح تفيده، أنه لازم يتعلم غير هاي الشهادة، لازم يكون في عنده خلفية ثانية، ممكن يكون أي إشي بحبه هو، ممكن نظرته هو إيش بحب، ممكن يكون بيرسم ينمي هذه الفكرة اللي عنده، ممكن يكون ينحت ينمي هاي، بغض النظر عن الشهادة اللي هو حاملها، فينمي الفن اللي هو بداخله يطلعه لبرا، يخلي الناس تشاركوا بفنه بفكره بموسيقته بهو الموهبة اللي عنده. في كثير ناس عندهم مواهب مخبينها داخلهم وما أظهروها للناس، فكل واحد عنده فن داخله يطلعوا لبرا وينميه، واكيد راح يلاقي تشجيع من اصدقائه من اهله من الناس كلهم.